شوارع بغداد تشهد أضخم حملة لرفع الحواجز والصبات الكونكريتية. فتحنا أعداد اليوم تفوق عن 1000 شارع حقيقة في كارفور الصعب. عدد الشوارع المغلقة في بغداد كان كبير جدا. رفعنا أعداد كبيرة من السيطرات في بغداد جانبي كارفور الصافة، أعداد كبيرة من السيطرات في قاطعة الصافة، تقدر 30 سيطرة نعباء وأكثر من 90 أو 95 مرابطة في وقتها. وأيضا رفعنا عدد من السيطرات في جانب الكرخ أكثر من 30 أو 40 سيطرة، وأعداد كبيرة أكثر من 150 مرابطة رفعنا في جانب الكرخ. اليوم الجودة الاستخباري لدى الوكالات الاستخبارية متميز حقيقة، وصل للمستوى اللي نطمح إليه ومستمرين بهذا العمل. يعني تواصل المواطن مع القوات الأمنية ضروري جدا بالإخبار، والقوات الأمنية بالتأكيد راح يكون رد فعل سريع من كل إخبار.